المنابر الصحفية اللي غطت وحضرت وغطت أشغال دورة فبراير 2021 للمجلس الجماعي لسيد حيا زعير، كيفما يعني شفتوا جميعا مهزلة أخرى تنضاف لسلسلة المهازل. البطل ديالها رئيس جماعة سيد حيا زعير منذ سنوات، ودورة فبراير يخلق فيها رئيس الجماعة الحدث، رئيس الجماعة كان بطل لأحداث دامية واعتداء على المنتخبين في دورة 2019 عندما سخر بلطجيته المأجورين وجاء بهم من أجل يعني الاعتداء على المنتخبين فقط في محاولة لإسكاتهم في محاولة لإخراصهم، ولكن لم يتأتى له ذلك. الدورة دورة فبراير من السنة الفائتة كانت مسرحاً للكذب، مسرحاً للبهتان، مسرحاً لتقديم الوعود الكاذبة، لبيع الوهم للناس ولساكنة الصفيح التي تم تجييشها، ويعني بهدف تمرير ما يسمى بصفقة 17 الهكتار بمدينة تامسن. هذه أرض للجماعة واللي تخلى عنها الرئيس في ظروف يعني مشبوهة جدا. اليوم دورة فبراير 2021 مهزلة جديدة تنضاف لسلسلة كل هذه المهازل، والعنوان الأبرز لهذه المهازل هو الفشل الذريع لهذا الرئيس، هو عجزه وفشله. اليوم كيف مشت تجميع مجموعة من النقط اللي تقدمنا بها قصد المناقشة، منها ملفات مهمة جدا كملف دور الصفي، ملف سوديا الذي صدر في حق ساكنته حكم بالطرد، ملف النقل العمومي لتمسنا، وملفات أخرى لا تقل أهمية عن فائض الميزانية اللي كان مناسبة أن الجماعة تقترح يعني مشاريع لفائدة النور، لفائدة حي النور المهمش، لفائدة تمسنا، لفائدة الجردان ديكام، توحيد تجزئة خالد. كنا بغينا نقترحوا مجموعة المشاريع اللي توقفت بتجزئة خالد كالمساحة الخضراء، بحال لي طرافو دو بافاج اللي ما كملش، وأمور عديدة. لكن الرئيس وتحت لأنه تهرب من مداخلات الفريق المعارضة، يعني نقطة الأولى عرضها كان صدر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربيعة الزناقي رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والفنية وشؤون المرأة والطفل بجماعة سيد حيا زعير، اليوم كانت عندنا الدورة ديال فبراير العادية، مع الأسف كل شيء دخل مشحون، كل شيء دخل معصب، يعني واحد المستوى النقاش ما لا يرقى يعني المستوى ديال المنتخب اللي كيسير جماعة. كانت نقاط مهمة ونقاط من أهم النقاط اللي كانت هي مشكلة كنت طرحتها أنا شي عام ونص هادي، ومع الأسف تم تأجيل معظم النقاط لأن وقعت صراعات بين الإخوان المنتخبين. وشنو اللي غادي نقول لك اخاي؟ المهم اللي غادي نعاود نقول ان بالنسبه للجماعات هي نقطه التنميه بالمغرب. نتمنى ان دابا حنا مقبلين على انتخابات جديده وغادي يطلعوا منتخبين جداد، نتمنى ان يطلعوا منتخبين في المستوى، يكون عندهم مستوى تعليمي يأهلهم انهم يناقشوا برامج التنميه في الجماعه. اش غنقول لك، كانت نقاط كثيره اللي هي مهمه مع كتهم الساكنه، دوار السوديه، سوق نموذجي اسبوعي، يعني نقاط مهمه كتهم الساكنه. مع الاسف وقع صراع ونقاش بين الاخوان ديال الاحزاب، ومع الاسف تم تاجيل النقاط اللي دابا عامين هذه النقطه النقل وهي كتاجل، في حين تمسنا كتعيش مشكل كبير النقل، الطوبيس ما كيدوش على جميع احياء مدينه تمسنا. ومع الاسف نتمناو ان الانتخابات الماجيه انه يطلع مجلس في المستوى اللي غادي يسير وغيطبق القانون، هو الاول يطبق القانون ويكون توافق ويتسنط للاخرين، واخا انا من حزب اخر ولكن راه الهم ديالي حتى انا انتخبوا عليا الساكنه باش نخدمه. هادشي اللي غادي نقول لك اخويا، نتمنى انه نرقاو بتدبير الشؤون مع النقاش العمومي في الجماعه، وشكرا. شكرا للمنبر الصحفي منبر 24 على هاد التغطيه اللي كيحظى بها مجلس جماعه سيدي حيا زعير. طبعا هو راكم تابعتوا تقريبا مجريات دوره فبراير 2021، وهاد الدوره هذه تقريبا راه لا تخالف الدورات السابقه من حيث اعتماد الرئيس على
تلجيم وتكميم الاصوات المناوئه له. فهو في الدورات السابقه كتعرفوا انه كان كيلتجئ للبلطجيه، كيلتجئ لليفيدور، كيلتجئ للتهديد بالسب والقذف وبعد النوبات بالتهديد يعني بالاعتداء الجسدي. هذا الشيء الحمد لله احنا كفريق العداله والتنميه داخل المجلس الجماعي سيد عياز عزعير كنا خدينا يعني العاتق ديالنا ان هذه الشخصيه الهلاميه السوبرمان اللي حاول يكرسها داخل الميدان الكروي يعني حاول نهزموها على اساس ان يتاتى للمناوئين يعني التبرير على المواقف ديالهم. طبعا هذه الدوره يعني النقطه التي افاضت الكاس وجعلت الرئيس يعني كاين فالت من الاعصاب ديالو هو برمجه الفائض ديال 2020. كي كتعرفوا ان هذا الفائض تقريبا يعني فيه واحد المليار و700 مليون، والرئيس سبق له زايد على الرئيس السابق قال له ودي حبذا لو الفائض تشري به واحد الوعاء عقاري لتمكين ساكنه الصفيح من الاستفاده، بخصوص الساكنه اللي تقصات في المبادرات ديال اعاده الايواء السابقه. انا خديت المدخله وذكرت الرئيس بهذه النازله وقلت له ما دام الشيء بالشيء يذكر فسبق لك السيد الرئيس، زيدتي على الرئيس الحمري وقلت له علاش ما تشريش وعاء عقاري ونسكنوا الناس. دابا كاين جوج ديال الخيارات، اما التدخل ديالك داك الوقت كان مزايده سياسيه فارغه، واما دابا راه حاليا عندك الامكانيه ديال اقتناء هذا الوعاء العقاري لاعاده ايواء الساكنه الغير المستفيده وراك ما درتيهاش. الا كنتي فعلا زيدتي اعترف انك زيدتي، الا كنتي فعلا انك ما باغيش تفيد الناس قولها للمجلس. وهذه من هذه المداخله هذه اللي ربكاته، وملي حس انه واحد الوقيته راه حتى السيد الباشا نظرا للتجاوب مع الشروط الاعتزازيه ضد الكورونا خرج المواطنين، لكن ملي شاف المنابر الصحفيه يعني كتسجل المداخلات ديال اعضاء المجلس حس ان ديك الامور غادي تتوثق وغادي تخرج للمواطنين وانفلت. بالتالي ولات يمر على المصادقه على مجموعه ديال النقاط بشكل ماراطوني. وفي هذه الحاله هذه ملي شفتونا كيصوت بشكل ماراطوني ويصادر اعضاء المجلس يعني في حق التداول اتهمته بالجبن السياسي وما زلت اتهمه بالجبن السياسي. والجبن السياسي اللي كنقصد به انا كنقول هذا المنبر تنقصد به ان الرئيس لا يستطيع سماع المواقف المناوئه، المواقف المضاده للطريقه الغير راشده، الطريقه العبثيه ديال التدبير ديالو. وبالتالي رفع الجلسه دون ان تكتمل يعني المعالجه او التداول في نقط جدول الاعمال كامله. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.